مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة والتي نتناول فيها موضوع الأحجار الكريمة، وهي بعنوان: كيف تعرف الحجر الكريم أكان أصليا أم مزيفا؟ يمتاز كل حجر كريم أصلي بصفات مميزة له، ومنها ثبات اللون عند النظر إليه من أي زاوية كانت، كما أنه براق ولامع. أما الحجر المزيف أو الصناعي فتجد أن لونه غير موحد، وتجد به بقعا داكنة، وتلاحظ به عيوبا لا يتطلب الأمر منك سوى القليل من التركيز والفطنة، كما أنك عزيزي المشاهد تحتاج إلى الكثير من المعرفة والخبرة، فإليك ما يلي: من الطرق الشائعة التي نتبعها للتمييز بين الحجر الأصلي والمزيف. أولا، الطرق على السطح. من صفات الحجر الكريم أنه صلب ولا يتم تشكيله إلا عن طريق القص أو الجلخ، فلو كان الحجر قابلا للسحب أو الطرق فإنه بهذا يكون محتوٍ على معادن كثيرة وشوائب أكثر من اللازم، مما يجعله حجرا غير كريم أو أقل قيمة. ثانيا، الآثار. الحجر الصناعي في الغالب تظهر عليه بصمات الأصابع وتجريح الأظافر بشكل واضح وملحوظ. ثالثا، من الفوارق المتعلقة بالأحجار المزيفة المصنوعة من الزجاج هو وجود فقاعات هواء صغيرة، إذ يمكنك رؤيتهم بدون استخدام العدسة المكبرة أحيانا، كما تكون الأشكال الزجاجية المصطنعة ذات خطوط التماس واضحة. رابعا، الأحجار الكريمة الطبيعية هي أثقل وزنا مقارنة بنظيرتها الأحجار الزائفة أو المصطنعة. خامسا، هنالك طرق خاصة وتقليدية لبعض الأحجار الكريمة لمعرفة أكانت أصلية أم مزيفة، وهي كالآتي: أولا، حجر اللؤلؤ. بالنسبة لحجر اللؤلؤ فإن الطريقة العريقة هي الكشط على سطح اللؤلؤة، فإذا ظهر الخدش فهي زائفة، وهذه الطريقة في الواقع قد تجدي نفعا، ويمتاز حجر اللؤلؤ بملمسه الرملي، في حين المزيفة منها والزجاجية تكون ملساء للغاية. ثانيا، أحجار الكهرمان. للتمييز بين الأصلي والمزيف قم بالاختبار التالي: أحضر مياها مالحة مشبعة، مما يعني إضافة ما يكفي من الملح حتى لا يمكن أن يذوب بعد ذلك، وبعدها أضف العينة وستظهر النتيجة، حيث أن أحجار الكهرمان البلاستيكية ستغرق في الماء بعكس الأصلية. ويمكن إجراء اختبار آخر عن طريق فرك الحجر بقوة باليد حتى يصبح ساخنا، ثم قم بشمه بعد ذلك، فإذا أصدر رائحة تشبه رائحة الصنوبر فهو في الغالب نوع جيد وأصيل. أما إذا كان الكهرمان يحتوي على حشرة مدمجة فيه فإنها في الغالب ليست من الأنواع الحديثة، وإنما هي عتيقة وقديمة للغاية، فتكون أصلية بذلك.